مساء الخير، معكم إيهاب الجنيدي من المصري اليوم في لايف جديد. هنتكلم فيه عن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر كارلوس كيروش. طبعا خلاص الحرب وضعت أوزارها، والجدل اللي احنا فيه بقالنا يومين، مين هو المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، وطني ولا أجنبي؟ نيلو فنجادة، حسن شحاتة، إيهاب جلال، حسام حسن؟ خلاص الموضوع انتهى رسميا، وأعلن اتحاد الكرة اليوم في مفاجأة وفي اسم الحقيقة محدش توقعه خالص، تعيين البرتغالي الشهير كارلوس كيروش مديرا فنيا جديدا لمنتخب مصر. الحقيقة كان في كواليس لاختيار كيروش هنتكلم فيها مع بعض، وهنتكلم برضو عن مين هو كارلوس كيروش، عشان كتير جدا من جماهير الكرة المصرية ما يعرفوش كارلوس كيروش، رغم انه واحد من اهم الاسماء التدريبية في العالم كله. كارلوس كيروش سيرة طويلة جدا، سنوات طويلة، هو مدرب يبلغ من العمر حاليا 68 سنة، مدرب عنده خبرات كبيرة جدا بالمنتخبات، يعني هو درب أندية ودرب منتخبات، ولكن هو حقق نجاحات كبيرة جدا خلال مشواره مع المنتخبات، لأن خلال المشوار ده هو قدر أنه يستطيع مسك 5 منتخبات وحقق معها تقريبا يعني أغلبها، حقق نجاحات خاصة مع منتخب إيران اللي وداه في حتة تانية خالص في العالم وفي ترتيب الفيفا، وهو صانع النهضة الحديثة في الكرة الإيرانية. نستطيع أننا نقول بكل صراحة وبكل مصداقية أن كارلوس كيروش هو صانع نهضة الكرة الإيرانية في السنين الأخيرة، بعد 6 سنوات قضاها على رأس المنتخب الإيراني، وصل فيها كأس عالم مرتين مع المنتخب الإيراني، عمل نتائج مميزة جدا، كان ند كبير جدا لكل المنتخبات اللي بتواجهها إيران، وخلى إيران التصنيف الأول آسيويا خلال الفترة دي، وخلاه منتخب زي ما بقول حركه من منتخبات الصفوة في العالم. الحقيقة طبعا نتكلم الأول قبل ما نخش في مين هو وبدأ إزاي، نتكلم في الكواليس. كارلوس كيروش اختيار صراحة حتى لو ما قلناش كده، هو الاختيار للمدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم مواطنه نيلو فنجادة، بعد طرح عدد من الأسماء وبعد اختيار أسماء كتير طوال اليومين اللي فاتوا بيفكروا مين يجي، كان نيلو فنجادة اللي هو المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم رشح كيروش، واتكلم مع المهندس أحمد مجاهد وعلى المسؤولين عن الكرة المصرية، وقال لهم إن كارلوس كيروش مدرب بيصنع منتخبات، مدرب بيعرف يعمل منتخب ينافس، مدرب بيقدر يعمل منتخب ينجح في أي مكان بينافس فيه. ومن هنا تم الاتفاق خلاص معاه وحصل مفاوضات، خاصة ان الرجل في الفترة دي ما كانش بيتولى تدريب اي منتخب، فحصلت اتصالات بينهم وبينه، وتم الاتفاق على ان كارلوس كيروش يتولى تدريب المنتخب المصري، وكللت المفاوضات بالنجاح وتم توقيع العقود النهاردة من شوية زي ما عرفنا. نرجع لكارلوس كيروش ونقول مين هو. كارلوس كيروش بدأ حياته، هو ما كانش لاعب، كان حارس مرمى، ما نجحش كتير جدا في الكورة، يعني مش هو زوبيزاريتا ولا دينزوف ولا الحضري، مش ما عملش اسم كبير جدا في العالم في حراسة المرمى، ولكن هو عمل اسم كبير في عالم التدريب. بدأ رحلته مع التدريب من فريق استوريال بيريا البرتغالي، بدأ معاه، ده فريق كان درجة ثالثة ساعتها، بدأ معاه رحلته مع التدريب، عمل نجاحات كويسة جدا ولاقت نجاحات في العالم، فعلى طول تم تعيينه مدير فني لمنتخب البرتغال للشباب تحت 20 سنة. قعد مع منتخب البرتغال للشباب شوية، وبعد كده بدأ رجع تاني للأندية عشان يعمل نجاحات في بداية مشواره التدريبي ويعمل اسم. مسك فرقتين في الدرجة الثانية في البرتغال، فريق بلينينسي الشهير وفريق لشبونة، كان فريق أوليش لشبونة فريق درجة تانية في البرتغال، مسكهم ساعتها قعد معهم فترة لغاية ما مسك أهم فريق في مشواره أو في بداية نجاحه، عمل اسم ليه كمدرب، كان سبورتينج لشبونة الشهير، الفريق الكبير اللي بدأ فيه النجم الكبير كريستيانو رونالدو، أحد أشهر فرق البرتغال. بعد سبورتينج لشبونة وقعد معه تقريبا 2 سنين من 94 ل96، بدأ رحلة تانية خارجية خارج البرتغال مع الأندية برضو، راح درب فريق نيويورك بولد أويز الأمريكي، وبعد كده راح للفريق الشهير في اليابان فريق ناغويا الياباني، وبرضو في الفرقتين عمل نتائج مقبولة إلى حد كبير. بعد الفرقتين دول رجع تاني كارلوس كيروش من بداية، رجع تاني المشوار المنتخبات اللي بدأ في مشوار الشباب، بس مع منتخبات المرة دي بدأ رجع لمنتخبات الصف الأول، فدرب منتخب الإمارات العربية المتحدة، وقدر بدأ هنا كانت بداية صناعة اسمه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، بدأ يدرب فريق الإمارات، وبعد كده تولى تدريب منتخب جنوب أفريقيا. بعد تدريبه الحقيقة جنوب أفريقيا عمل برضو طفرة في الكرة الجنوب أفريقيا، وبداية طفرتها خالص كان هو كارلوس كيروش، رجع تاني من جديد، يعني احنا شايفين زي ما حضرتك شايفين عمال يتنقل بين منتخبات وأندية منتخبات وأندية، بس كانت دي الطفرة الحقيقية في مشواره والنقلة الكبيرة في مشوار كارلوس كيروش القروي والتدريبي، لما راح اشتغل مع العظيم السير أليكس فريكسون
اشتغل معاه مساعد مدرب في فريق مانشستر يونايتد. الكلام ده كان في 2003. بعد ما قعد سنة في مانشستر يونايتد وصنع نجاحات كبيرة مع السير أليكس فيرغسون، الحقيقة اتنقل لفريق ريال مدريد الإسباني العظيم في منصب الرجل الأول. منصب الرجل الأول في ريال مدريد مش منصب ياخده أي مدرب في العالم، زي ما حضراتكم عارفين طبعا لازم يبقى مدرب عنده قدرات كبيرة جدا، مدرب عنده إمكانيات فنية كبيرة عشان فريق زي ريال مدريد أعظم أندية العالم يخليه يتولى تدريبه. الحقيقة هو قعد موسم 2003 ل 2004 موسم كامل قعد مع فريق ريال مدريد، وبعد كده السير أليكس فيرغسون كلمه تاني، وطبعا هو يعني أبوه الروحي في التدريب فما يقدرش يقول له لأ، فرجع تاني لمانشستر يونايتد ومع السير أليكس فيرغسون. منصب الرجل التاني هو منصب رجل أول في اعتقادي يعني المتواضع، إن أنت تشتغل مع السير أليكس فيرغسون كمدرب فأنت كده بتشتغل مدرب رجل أول، وفريق مانشستر يونايتد العظيم برضو قعد فترة كبيرة جديدة من مسيرته مع فريق مانشستر يونايتد في الوقت ده. بعد كده كانت النقلة الجديدة ليه مع منتخب بلاده. طبعا احنا عارفين لما مدرب مصري مدرب إيراني مدرب برتغالي يصنع نجاحات كبيرة في أي فرقة بيروح لها أو في أي مكان بيروحه، يبدأ بلده تكلمه، تبدأ بلده عايزة تستفيد من خبراته الكبيرة. في الوقت ده منتخب البرتغال كان من سنة 2009 أواخر 2009 كلموه، وبدأ الاتحاد البرتغالي لكرة القدم وكان عنده جيل ذهبي طبعا بقيادة الأسطورة رونالدو ساعتها موجود، كلموه إن هم عايزين يمسك منتخب البرتغالي الأول، وده كان يعني نقدر نقول إن ده أكبر منصب ساعتها في مشواره التدريبي، وحتى الآن يمكن أكبر فرقة أمسكها على صعيد الفرق والمنتخبات في حياته هو منتخب البرتغال لما تولى تدريبه لمدة سنتين. السنتين دول الحقيقة هو راح مع منتخب البرتغال كان من 2008 لغاية 2010 مسك منتخب البرتغال لمدة عامين. العامين دول عمل طفرة كبيرة وجديدة في الكرة البرتغالية. احنا بنقول ده كله عشان نعرف ان احنا برضو المدرب اللي مسك منتخب مصر مدرب كبير، ومدرب لو اتاحت له الظروف باذن الله الفتره اللي جايه وربنا ييسر هنعمل حاجه جديده للكره المصريه، في اعتقادي انه ممكن يودي الكره المصريه لمكان جديد، لان هو مدرب لديه ادوات النجاح، لديه فكر، لديه نجاحات سابقه بيعتمد عليها وبيمشي عليها وتعامل مع اكبر النجوم في العالم، وده بيخليه مدرب مؤهل للنجاح في اي مكان يمسك فيه او يشتغل فيه. لما مسك منتخب البرتغال قدر يوصل مع منتخب البرتغال لنهائيات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، وبعد نهاية البطولة ديت كان خلاص ساب منتخب البرتغال، العلاقة بينه وبين منتخب البرتغال انتهت ووجهوا له الشكر بعد 2010 عشان يبدأ المشوار اللي أنا بقول عليه المشوار الأهم والأعظم في تاريخه التدريبي، بتولي تدريب المنتخب الإيراني لتبدأ حقبة جديدة في الكرة الإيرانية. هي حقبة هناك في البرتغال بيقولوا حقبة كروش، هي الحقبة الأعظم في الكرة الإيرانية. عمل أجيال جديدة وعمل أسماء كبيرة جدا للمنتخب الإيراني، وبدأت أسماء اللاعبين الإيرانيين نلاقيها متواجدة في بايرن ميونخ، متواجدة في الدوري الألماني في البوندسليغا، متواجدة في الدوري الإسباني، متواجدة في أكثر من دوري أوروبي كبير، لأنه صنع جيل جديد من اللاعبين في إيران، جيل حمل راية الكرة الإيرانية لفترة كبيرة من مسيرته، قدر يحقق نجاحات كبيرة، قدر يوصل بيهم نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل، وبعد كده قدر يوصل نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وده كان نجاح كبير جدا لإيران إنها توصل كأس العالم مرتين متتاليين، تتصدر تكسب بطولة آسيا في السنين دي، تتصدر التصنيف الآسيوي، تدخل ضمن أعلى المنتخبات في التصنيف العالمي، فكانت حقبة كبيرة جدا للمنتخب الإيراني. وإحنا شفنا كأس العالم الأخير 2018 في روسيا، يمكن كان كتير جدا من النقاد والمحللين الكرويين في العالم اتكلموا على منتخب إيران وإن الظروف يعني صعبة جدا، حطته في مجموعة قوية جدا بيتواجد فيها المنتخب الإسباني والمنتخب البرتغالي، فكانت ظروفه صعبة جدا، ولكن هو أحرج المنتخبات دي وقدر يقدم كرة جميلة جدا في كأس العالم وخرج. بعد الفترة دي الحقيقة بعد كأس العالم 2018 كان انتقل كارلوس كروش لتدريب حقبة جديدة برضو في مسيرته وتاريخه ومكان جديد في حياته، راح لتدريب المنتخب الكولومبي، راح ساوز أمريكان، خلاص مشوار جديد معاه بقى، ومسك تدريب منتخب كولومبيا لفترة برضو، قعد تقريبا معاهم لغاية نهاية أعتقد 2019 ديسمبر تقريبا 2019 الفترة دي،
قعد مع المنتخب البرتغالي ولكن في النهايه مع المنتخب الكولومبي ولكن في النهايه لم يحالفه التوفيق، تعرض لخسارتين في التصفيات بتاعتهم، خسارتين تقال قدام، خسر بنتيجه 3 تقريبا لا شيء، وخسر بنتيجه 6-1 في التصفيات هناك. واحنا عارفين التصفيات في ساوث امريكا التصفيات بتبقى كلها من مجموعه واحده 10 منتخبات، فتصفيات قويه جدا ومعاه منتخبات كبيره البرازيل وتشيلي والارجنتين، فكانت العمليه كانت صعبه شويه. بعدها الحقيقه هو ساب منتخب كولومبيا في ديسمبر 2019. من الوقت ده لغايه دلوقتي تقريبا كارلوس كولوش لم يتولى تدريب اي منتخب، طبعا السن برضه هو وصل ل 68 سنه، ولكن كان في مفاوضات كبيره جدا معاه في شهر يوليو اللي فات، من خلاص من شهر تقريبا او اكتر من شهر بقليل، مع منتخب العراق، كان قريب جدا من تولي تدريب المنتخب العراقي، ولكن في النهايه المفاوضات لم تكلل النجاح. في النهاية احنا دلوقتي الواقع اللي احنا بنقوله، احنا خلاص كارلوس كيروش بيتولى تدريب منتخب مصر حقبة جديدة بعد حسام البدري، امال الجماهير كبيرة ان الاداء يتغير. كارلوس كيروش من المدربين على فكرة، عشان نعرف برضو حركهم، من المدربين اللي بيعتمد على الكرة الهجومية، بيحب الكرة الهجومية، ما بيميلش للدفاع، مدرب مغامر، مدرب طموح، مدرب بيلعب دايما برضو بطريقة 3 قدام اللي هي بتلعب بيها الكرة المصرية المفروض بتعتمد عليها. هو بيلعب اغلب المنتخبات اللي تولى تدريبها كان بيلعب بطريقه 4-3-3، يعني مدرب عنده الفكر الهجومي ودايما في الهجمه، اما كان الفرق بتاعته او المنتخبات اللي بيتولاها بتقوم بالهجمه، كنا بنلاقي كمان الاثنين الباكين رايت وليفت بيطلعوا بيزيدوا مع الفرقه، فكان بيبقى عنده شكل هجومي جميل جدا. يمكن فادوا فيه في الفترات اللي تولى فيها التدريب منتخبات كبيره، فادوا ان كان عنده اسماء كبيره في البرتغال زي ما قلنا على راسهم رونالدو، كان في اسماء كبيره في المنتخب الايراني، ده كله ساعده انه يلعب الكره الهجوميه برضو اللي هو بيحبها. لكن عموما هو الواقع بتاعه وفلسفته ان هو اللعب الهجومي والكره الجميله، واعتقد ان شاء الله هتكون بدايه جديده للكره المصريه في الفتره المقبله على ايديه. شكرا.